ماما تعال تعال شوي تعال، قلت لك تب العيد فنجان وحياة الله فرجيني بعقد لا طلعتهم ولا عشان كل عالم بياخذون هاي دول ايه، وهيدي الكمامه والكفوف وصيت على قياس ايدك بكره بيوصلوا. شو هيدا؟ هيدول هلا تياب العيد هلا الدرجين. ايه اسليون حياتي وتعال فرجيني حلوين. ايه ايه شوي كبار بس ما لقيت حياتي غيره. فرجيني الفرجين الكمامات الكمامات كثير منيحه. بعد لك الكفوف بكره بيوصلوا وتعال اجلال. ايه حلوين مبروكين حياتك، كل عام وانت بخير. نتنيح جيش، صباحك خير بزمن الكورونا، ونحن بنعرفك وكل العالم تعرفك جعدنيستا، فجعدنيستا صباح الخير. صباح الخير فاتن، كيفك بزمن الكورونا؟ ليك صراحة في رياحة نفسية، لأنا حيقولوا عني عم تتفلسف شوي. إذا بتطلع كيف كان العالم حوالينا، كان في شوية ضغوطات غريبة عجيبة عم بتصير، عالم عم بتزيد أيام، بطلنا نفكر ببعض، صار كل واحد يرب حاله، كان في أنا كتير بالتفكير بين كل أفراد العالم، بس هلأ بتحس العالم هديت. أنا بدي أعرف منك بزمن الكورونا، بزمن الكورونا وأنت قاعدة بالبيت، عم شوفك عم تحطي فيديوز مثل العادة، فيديوز عبر صفحتك، فيديوز كوميدية. اليوم تصوير هالفيديوز أو تطلعي بأفكار تعملية عن كورونا وعن الوضع وعن الحجر المنزلي عم تكون أصعب عليك من قبل؟ بدك الحقيقة تعرف أنه أهيان من قبل، أهيان لأنه المواضيع عم تكبر، يعني اللي عم يعني المضحك المبكي عم بيصير وين ما كان، يعني بتلاقي القصص صارت هينة، يعني أنه لأنه مفروض تبسط العالم، العالم كتير مدبرسة، صرنا إذا نزلت شيء خفيف من تلقاء الأيام اللي عم نعيشها هلأ عم بيمشي. They need it. يعني مثلا كورونا مليون فكرة نزلت معنا من نص الكورونا. شو بيصير قبل؟ يعني حسب الشيء اللي عم بيصير على التي في، مثلا فيك تحكي سياسة، فيك تحكي قد فترة اللي حنطول فيها بعدة البيت، العلاقات الزوجية هي أكتر شيء. ونحن بتلقاء صفحتنا، لأنا الناس اللي كتير بيجيني مشاكلهم، يعني كتير ناس تبعت لي مشاكلها بالعلاقات، يعني في كتير مشاكل اجتماعية طلعت هلا. ألو هاي، أنا مرتو لفؤاد صاحبك. تعملي فيها كاني ماني؟ إيه بعرف إنك كنتم مصاحبين من ورا ظهري. إيه المهم هلا ما طلع روق شوي حبيبتي، بترجاك تعخدي تعخدي وفوقه حبة مسك، بترجاك خليه ينحجر عندك الله يوفقك. أنا قبلين تصاقي صاحب علي، خديه هالفترة نعرف عمتى تخلص الكورونا وبعدين رجعي بليز. صفحتك صفحة شو يعني؟ وأنت مين؟ أنت شو يعني؟ هل أنت بلوجر؟ هل أنت إنفلونسر؟ هل أنت امرأة عندها شي بدها توصله، لقيت هالمنصة هي المنصة الأنسب لإلها؟ يعني خبريني عنك، كيف طلعتي بجعدنيستا؟ قريبة للإنفلونسر بالتأثير، فيك تقولي إيه إنفلونسر أكتر. لا مني بلوجر، أنا حدا عادة بستلم البلوجرز بقلدهم، بنتقل كتير أشياء اجتماعية فيك تقول. بس أنا صراحة حقلك جعدنيستا اللي عملها هو العالم، يعني هي بلشت صفحة ما إلى أبعاد، يعني كانت هي شخصيته. إذا بتعرفيني بالحقيقة بتعرف كل حدا بيعرفني بيعرف إنه هيدا أنا، يعني إن كنت جعدنيستا ولا نتالي هيدا أنا، يعني دايما في عندي إنه تقل على الكل. بس العالم هي اللي خلت جعدنيستا توصل، ومشاكل العالم بالطريقة المضحكة مثل ما قلتي عم توصل أكتر. يعني إذا بتشوفي أنت عن جد مثل هذا الشيء المضبوط اللي قلتيه، في رسائل كتير قوية عم بتكون موجودة بالفيديوهات تبعولي، خاصة بوضع السياسة اللي عم بيصير عنا هون بالبلد والفقر اللي عم بيزيد. نحن بلبنان هلا الفقر زايد بطريقة مش مقبولة، يعني بتبكي للأسف. يقبرني، كتير حبيت اليوم لجوزي، كتير رومانسي، جاب لك كادو اليوم ما هيك إجا عملي مفاجأة. ورد؟ معقول راسك جيب لي ورد؟ ضربتوا فيهم. جاب لي كرتونة بيض. I swear. في شعرة أكيد كتير بسيطة وكتير رفيعة بين الإهانة والتقليد أو الانتقاد. خبرينا هذا الموضوع أنت قدي حريصة عليه وقدي بتتناوليه بحذر.
هيدي عن جد صدقتيها مزبوط. يعني انا من القصص اللي بحاربها كثير هي التنمر. يعني نحن بمجتمع للاسف للاسف حطي بس يجرح الثاني. ايفن لو انا يعني بفتح لايفات معانا بيطلع حدا مثلا معي بتلاقي الكتيبه تحت اللي هن من متابعيني ليك منظر ونزلي سكتي، ما في عنا هيدي نحط حالك محل الثاني. انا علاقتي منيحه بالفنانين اصحاب معهم، بس انا بقلدهم غرامي، قلدهم واتساءل عليهم بس ضمن حدود، لانه مثل ما انت بتحبي غيرك يعاملك بتكوني انت تعامليه بنفس الطريقه. فيك تضحك كل ما كان، بس مش ضروري الابتزاز بالحكي البشع او التجريح او قله الاخلاق. يعني اذا خلص الحجر المنزلي وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ ما بقى معنا ولا نقلي، سرقوا لنا اياهم، اخذوا لنا اياهم، حرموا لنا اياهم. يعني حنضلنا بالبيت بس ما ايش اسمه حجر منزلي، اسمه خلينا بالمنزل بلا جرسة. لحظة عليك رياض سليمة. شو بدك من مدام إسعاف؟ يعني اليوم عاملة شخصية أو كاركتر مدام إسعاف، شو بدك منها؟ شو بدك توصلي من خلالها؟ اللي أنا يمكن ما فيني أقوله كناتالي أو جعدانيستا أنه ما بيطلع، حتى لو قلت ممكن ما يطلع بالطريقة السخرية اللي أنا عبالي أقولها. يمكن مدام إسعاف لأنه هي حق المواضيع اللي بتداولها بتبكي، فما فيني حتى بالشكل يمكن اطلع شوي قاسي انا عم بحكيهم. فعشان هيك نقيت هذا المنظر اللي هي عن جد انا كجعدانيسه بتضحكني. عزيزي وائل كفوري، البيت اللي عندك يبرس الجرد اذا بعدك ذاكره، كثير 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 عبالي اطلع انحجر فيه صراحه، هيك عبالي قعده رواق اذا بعد اذنك يعني تبعت لي المفتاح، لانه صراحه الحجر مع العائله من غير شر ما بخبرك، خانقه هيك عبالي قعده رواق، مي وحقله ورد وعبالي صوت الحسون احسه، عرفت؟ لانه صوت الجعير اللي عم حسه كل يوم هون مع العائله صراحه حقتك بجريمه، فانقذنا اذا بتعمل معروف وتبعت لي المفتاح، بس هيك اطلع انحجر لحالي فوق. وائل كفوري رد عليك وعطاك المفتاح ولا لا؟ لمين بده يعطي مفاتيح ولا لمين بده يعطي مفاتيح وائل كفوري؟ الله يعينه. وائل كفوري انسان بجد عن جد، يعني يا ريت الفنانين مثله صراحه. يعني انا بفتخر انه احنا ببلدنا في عنا هذا الفنان اسمه وائل كفوري. اكيد بيسمعنا الكل على فكره وبيشوف الكل، عمل لايك بس ما بلومه انه يعمل كومنت او شيء، لانه ما بتصدق قد ايه حابينلام اذا عمل شيء زياده عندي وما عمل لغير وما عمل لغير، لانه 100,000 كومنت بيجي بنهار. لا مش شوي كتير، لو كنت شو ناس قد صرنا يعني انتم مسكرين الصالونات وانا ما بعرف اتصرف يعني. مش ميل كله صار ابيض من قدام، انا ما عارفه قد عند الشاب. طب اوكي بعتلي اسم الصبغه دخيلك حتجرس. هلا بصورك بس ما تنقاز. بدي ألعب أنا وياكي لعبة هلأ على السريع. بدي إياكي تروحي على الحجر الصحي وتاخدي معكي مقدم تلفزيوني لبناني، مين بتختاري؟ صراحة بياخد معي نيشان تضلني حك له راسه. أوكي، مين بتاخدي معكي من المطربين اللبنانية؟ مطرب واحد ومطربة واحدة. أكيد وائل كفوري، ما بالضروري ياخد معي مطرب إذا أخذت وائل كفوري. بتاخدي معكي سيرين عبد النور ولا نادين نسيب نجيم؟ سيرين عبد النور، أنا بتطبخ طيب سو أنا برتاح، عرفتي في مين يعملنا أكل؟ سيرين شاطرة بالطبخ. في مين يطعميكي؟ مايا دياب ولا هيفا وهبي بتاخدي؟ لا أنت حتفوتيني بحياتي آخد هيفا أكيد. مايا دياب بحبها كتير كمان، بس اثنين مجانين نفس البيت كارثة. يعني مايا دياب وانا هو البيت يمشي. طب تاخدي اليسا ولا نوال الزغبي؟ نوال الزغبي بحبها كتير. تاخدي ماجدة الرومي ولا جوليا بطرس؟ جوليا بطرس حبيبة قلبي، يعني اكيد جوليا بطرس، يعني ما بفكر مرتين. مين الشخصية السياسية اللبنانية اللي بتاخديها معك وبتقبلي تنحجري معها؟ ولا واحد، بنحجر لحالي. ما في واحد هيك او ما في ولا شخصية عبالك هيك تنحجري معه وتسمعيه كم كلمة حلوة؟ سمعه كم كلمة حلوة وعشية وكل الوقت؟ هي واحدة ما حنسمي احنا ما تقوم الدنيا علينا، ما بتروح اساسا، ما مستحيل تجي معي على محل يعني، ولا اساسا ما بعرف، ما حدا بيعرف وينها. بس باخذ بحب اذا بدي لا ولا بد عم بتضحك. بحس وي ام وهاب
بحسها بقضيها ضغط. تاخدي لها وئام؟ انا وئام والله برافو عليك. برافو عليك. بدي اقول لك شغله، في شغله عندي بالصفحه ما بقبل، لانه للاسف كل الصفحات تقسمت سياسيا حتى وقت الثوره، هدول معهم هدول معه. انا عندي احترام لكل، اوكي هون ساعتها فيني انتقد الكل لانه انا بحترم الكل، وانا ضد اهانه اي حدا بالسياسيه، لانه بالنهايه انت عم بتهين شخص وراء ملايين الاشخاص، وراء اولاد، وراء عائله، وراء 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 سنين كامله، انت بتكون عم تاذيهم بنفس الوقت، ما ذنبهم حتى لو هو غلطان. فانا هون بشتغل على احترام الاشخاص، وافرض الاحترام على اللي عندي بالصفحه لاقدر احكي كمان انا اللي بدي اياه. عرفت احنا ما يقولوا هيدو زعل وهالفئه زعلت، عندنا اولاد، في ناس بالسياسه عقلهم ولدني. نعم. شو هو احلى كليب عملتيه واكثر شيء حسيتيه انه هيدا اثر؟ هلا بتحكي وقت الثوره ولا زمان؟ زمان في فيديو قلدت فيه مريم فارس كثير ضرب. وبعتقد حفظيته انت هذا الفيديو. إذا اليوم أنت بدك تعملي حملة بعيدا عن صفحتك بالكلام اليوم عبر شاشتنا، شو بتقولي؟ لا بقوله أنا مش كرامتك، كرامة اللي حواليك، خليك بالبيت لتقدر تنتصر على هيدا العدو اللي فيك تقول عدو أو تقول فيروس أو تقول اللي بدك إيه، وكتير سهل. واللي بيثبت هذا الكلام إنه أكتر شيء العربية خفيف عند البلاء، مش مثل غيره، لأن إحنا وقتها منتوحد منقدر على كل شيء. فخليك بالبيت هالفترة، سبور، ساعد خيك اللي بحاجة، ساعد اللي حواليك اللي بحاجة، بيمرق الوقت والفرحة بتكون قريبة إن شاء الله. حلو، ما يدخلش تصوير، امشي نصور.